بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تعالى نكمل. كنا هنبدأ في الفرن أهو زي ما احنا شايفين، دي الجزئية وصلنا عملنا الجزئية دي آخر حاجة، فهنبدأ نعمل بقى الفرن. كنا في الكود بتاعنا كنا قسمنا 8 و12، 8 دي اللي هي فيها الفرن بتاعنا الخاص بينا، فكنا سميناه ماي انتاكتيف لوك فورم، ده اللي هنشتغل فيه الفرن. فنيجي هنا هنيجي فاتحين ادي الفرن الخاص بينا كده، ممتاز. طيب هو عامل كام واحدة؟ مثلا 1 2 3 والتكست اريا، فاحنا هنعملها في ديف كده بلس نسميه ماي انبوت، ممتاز كده، او فورم كده جواه ليبل، ممتاز. وجوه بعد الليبل في مين؟ في الانبوت الخاص بينا، ممتاز كده. فادي مثلا ادي كنترول سي كده، دي بتاع اول حاجه النيم، ثم الايميل، ثم الباسورد، ثم مثلا السبجكت الموجوده، ثم التكست اريا اول حاجه موجوده بتاعت النيم، ممتاز. النيم التايب بتاعه يبقى تكست، تمام. نيم طبعا دي هتستخدمها في البرمجه، مثلا يوزر نيم، تقدر تدي بليس هولدر لو عايز. كمان في هنا كلاس بتاخد اسم فورم كنترول تبع البوتستراب. التاني الايميل كده، التايب بتاعه مين؟ التايب بتاعه ايميل، ممتاز. مثلا يوزر ايميل تقدر تدي بليس هولدر، محتاج تدي كلاس الفورم، فورم كنترول، ممتاز. تالت عندنا باسورد، ادي باسورد كده، طيب بتاعه باسورد، ممتاز. كمان تقدر تدي بليس هولدر، ندي كلاس بتاعنا الفورم كنترول، ممتاز. بعد كده خلينا نحط السبجكت، وحاطط حاجة اسمها سبجكت عنده، ماشي، خليها تكست مشكلة. كمان اديها كلاس فورم كنترول. اخر حاجة التكست اريا، مش هتحتاج ليبل، خلاص مش هنحتاج ليها ليبل، ممتاز كده. هي مش انبوت اصلا، هي اسمها تكست اريا، دي هنديها كلاس كده فورم كنترول. وهنديها كمان بليس هولدر، نقول له مثلا ايه، طيب يور مسج هير كده. كمان عندنا بقى صار سبميت، قدامك حلين، يا اما تعمل مثلا بوتون كده وتدي له كلاس اسمه بي تي ان، تختار نوع مثلا من الموجودين فيهم برايمري، ليكن مثلا وتسميه سند مثلا كده، او انك تعمله انبوت تايب بتاعه سبميت، ممتاز. وتدي له فاليو، الفاليو بتاعته مثلا برضو اسمها سنت، تدي له كلاس كده اسمه فور كنترول. خلاص انا نشيل البوتوم، خلينا في الانبوت، خلينا نعمل كده كنترول اس، خلينا نشوف ايه اللي حصل على الشغل الخاص بينا. بسم الله، فريش، ممتاز، الشغل جه اهو. طيب هنا ده واخد باك جراوند، خلاص نقدر نعملها عندنا، او ناخد الاب كله في البلوك كنترول سي كده، هنا تحت الجزئية بتاعت العيد على طول، ده ابو الديف كله، وعنده 2 اب، الابن الاولاني اللي في الفورم اهو كده كنترول في، ده عنده ابناء اول طبعا جوه كلاس ماي انبوت، هو ليبل وانبوت، خلاص. يبقى ده عنده 2 ابن كده، بنكرره مرتين، الابن الاولاني الليبل خاص بينا، والتاني اللي هو الانبوت، ممتاز ممتاز ممتاز. طيب خلينا نحط التنسيقات الخاصة بيهم، طبعا هات لنا دول كده كنترول سي، خلينا نحط ادي الليبل بتاعنا، والانبوت برضو تحتاج في كتابة، مثلا الليبل خليه 18 كده او 17، كلر خليه اسود برضو، ماشي، خليه زي كده، خليه اسود الان، كنترول اس كنترول في، ماشي. كمان خلي لي مسافة كده بين كل ديف وديف من الانبوت، مارجن بوتون مثلا وليكن 20 بكسل. كمان ابوه كبير خالص، خليه باك جراوند، باك جراوند 3 اي. كمان ممكن يديله بادنج من البوتوم 30 بكسل، بادنج من الطوب 30 بكسل، يعني ما يخليش الكلام يبدأ
من بدايته كده. لا يسيب مسافة، شوف كده، يسيب مسافة كده منه، ممتاز. انا اسف، دول ما تحطوش هنا طبعا، يتحطوا في الجزئية تحت الفور. كنترول في كنترول اس، نرجع تاني كده، لا لحد هنا بس، ممتاز. سابه دي البادنج كده، انا قلت له بادنج 30، ساب من بدايته 30، يعني ما بداش الكلام، ما لقيتش كلمه اتنين دي لازقه كده في البدايه، ممتاز. الهايت شويه محتاج يتظبط هنا، فنيجي هات الانبوت اهو، هات الانبوت، اديله الهايت الخاص بيه، ممكن نخليه مثلا 30 بيكسل، كنترول اس، بسم الله، فريش كده، 30 قليله، خلاص خليها 40، كنترول اس، فريش 40، أو ممكن تكون 40 جميلة اهي، تمام. التكست اريا ممكن كده، ادي ده كده، كنترول سي، كنترول في جوه مين، تكست اريا، اديها هايت مثلا 200 بكسل، كنترول اس، ريفرش، بسم الله، ممتاز، اهو كبرت، تقدر تكتب هنا فيها كمان. ده هو انبوت صح؟ هو احنا حاطينه فين الاول؟ حاطينه لوحده، تمام؟ احنا ممكن ناخده كده كنترول اكس، ممكن تحطه في ديف لوحدي زي ده كده، يعني ارجع كده، نيجي عاملين كده اهو ديف، مش مزعله خالص، ارجع مش هنا خالص، هنا كده تيجي عامل ادي ديف كلاس اسمه ماي انبوت، نفس الكلاس اهو، مش مشكلة خالص. وتيجي هنا احط فيه، حط فيه سبميت كنترول اس، ممتاز. فوق هو انبوت برضو، فهناخد ده كده كنترول سي اللي هو ماي انبوت، ماي انبوت انبوت ده، بس المره دي الانبوت بتاعي ماله، الطيب الخاص بيه ماله، ماله الطيب الخاص بيه، والله من نوع سبميت، من نوع سبميت كده كده، انا عايز اتكلم على السبميت بس، حلو، ممتاز. طيب ماله انت عايز ايه؟ والله انا الويتس بتاعه مش عاجبني كده، مثلا عايز الويتس بتاعه يكون مثلا 200 بيكسل، تعال نشوف كده، كنترول اس، اعمل ريفريش، بسم الله، ايه اللي حصل؟ الويتس بقى كام؟ تي، ممتاز. انا مش عايزه في الشمال كده، انا عايزه يروح ناحيه اليمين، يبقى فلوت مين؟ فلوت ناحيه الرايت، كنترول اس، ادي الريفريش كده، ممتاز ممتاز، ما شاء الله بقى شكله جميل. طيب ادي له درجه باك جراوند، كمان ادي لي ليه باك جراوند، ادي مثلا ادي له باك جراوند ايه؟ ايه رايكم نديله يعني، تعالى كده نوقف عليه، انسبكت، اختار كده من الالوان، نختار درجه كويسه، ممتاز، خلاص خلينا نكتب مثلا، مثلا يعني الدرجه بتاعه المشروع بتاعنا الخاص بينا، هنعمل ريفريش عشان الدرجه تتغير عشان تيجي معانا اهي. طيب ثواني كمان بالمره نديله كلر ابيض، ممكن دي تطلع كويسه ونخليها، اعمل ريفريش كده، طيب كويس نخليها يعني مش هنغير فيها، الدرجة بتاعتنا كويسة يعني، ايه رأيكم؟ او ممكن نعمل حركة تانية، نديله على كده، هي جميلة برضو ما شاء الله، ممكن نختار درجة من لون تاني كده، اللون الأزرق، أنا بحب اللون الأزرق، جميلة جميلة الدرجة اللي جت دي كده، كنترول سي، ونخليها له هنا كنترول في كده، وناخد دي كنترول سي كده، ونيجي هنا، والله قاعد اوفر، لما اوفر عليك ايه اللي يحصل؟ دي الباك جراوند بتاعتي بقى اللي هي دي كده، كمان هنا اديله ترانزيشن، حلو جميل اوي الترانزيشن، يعني بيريح في العين كده، كمان ايزي اوت، كنترول اس، تعالى هنا اعمل ريفرش بقى، بسم الله، خلينا نشوف اهو، تعمل ريفرش، جميل، خلاص كده بقى، كده برضو جميلة، خليها كده، دي جزئية الفورم خلاص، طبعا تقدر تحط مين؟ البليس هولدر زي كده يعني، ازو لايك موجودة، دي موجودة، خلينا كمان الناحية التانية فيها مين؟ فيها مثلا نحط دي كده في كلاس لوحديها، ودي في كلاس، ودي في كلاس، كل واحدة كل كلاس مع مين؟ مع الاي بتاعه، تمام، فهنيجي هنا جوه الأربعة ده، هنعمل ديف كلاس، نسميه مين؟ نسميه خلاص، نسميه انبوت كده مثلا، لا مش انبوت ده، نسميه مين؟ عايزين له اسم كويس كده يعبر عنه، دي معلومات او عنينا يعني، خلاص سميه مثلا about info
اباوت انفو كده. ممتاز. طبعا ده ياخد ال 12 كلهم، يعني احنا لو جينا شفنا هنا خلاص مفيش حاجه مكمله بعديه. جميل. فممكن برضو تيجي هنا وتقول له كل داش ال جي داش ال 12، مفيش مشكله خالص. ده جواه 2 ديف، يعني ديف بلس اباوت انفو مين الايمج اللي هي كنترول زد كنترول سي، اباوت انفو اللي هي الايه الاي بتاعتنا. ماشي. وده كل داش ال جي داش مثلا 3 كنترول سي كنترول في، والتاني يكون ايه البادي بقى اللي هو الكلام ده مثلا نديله ادي 9. هنا في يمين هنا مفيهاش غير الاي فقط لا غير. خلاص ادي كلاس اف ايه اف ايه تستخدم مين طبعا دي فيها بتاعت المكان، هات الماركر مش موجود الماركر ليه كده كتر المسطرة يجيبها لك تاني. خلاص خلينا نستخدم دي الان. ممتاز. هنا في التكست ايه اللي في التكست؟ والله في مثلا اتش 3 وتحتيه مثلا سبان او باراجراف. خلاص ادي اتش 4 مش مشكلة ليه. تمام. ادي كلمة ادرس تقول سي كده، تحتيه مثلا مين تحتيه سبان مش عندنا مشكلة اهو كنترول سي في ادي سبان كنترول في. الديف ده بقى نكرره كام اللي هو ده اللي هو ابوت انفو ده كنترول سي كده. دي مرة أولى، المرة التانية، المرة التالتة كنترول اس، عايزينه 3 مرات. بسم الله في شغلنا هنا. ريفريش. ممتاز ممتاز جه اهو تمام وجا مظبوط كمان. طيب نعمل ايه بقى؟ عايزين نروح على الستايل. هات لنا الاول ابوه فين اهو اللي هو انفو كنترول سي. نيجي تحت هنا قبل الفوتر. تمام. انزل تحت الفوتر شويه كده. ممتاز. ده الاب بتاعه عياله اللي هو 3 توأم انفو كده اباوت انفو اهو ادي الاباوت انفو. عندك مين تاني؟ والله قال انا عندي ابنين الايمج وده اللي هو 3 فيه الاي اهو كده، وده عنده ابن واحد اللي هو مين؟ ممتاز اللي هو الاي كده ادي الاي. الابن التاني اللي هو البادي ده فيه اتش 4 وسبان، ادي الابن التاني اهو، وده عنده 2 من الابناء عيلين اهو اللي هو اتش 4 ومين والسبان. ممتاز ممتاز. طيب هات لنا دول كده كنترول سي طالما في تكست عندنا في اتش 4 والسبان. خلي اتش 4 مثلا 20 17 ممكن نخليها 16. خلاص خليها دلوقتي الاي برضو اديها فونت سايز مثلا 20 بكسل. جرب نديها كلر اللون الخاص بينا ده. ابوها ممكن نقول له مثلا خلينا نديله باك جراوند كده 3 اي مشكلة، ولكن ادي للانفو كله كل ديف منهم اديله هايت مثلا يعني كده 100 بكسل. ممتاز. كنترول اكس اوكي اوكي ولا ابوت انفو ده ابوت انفو ايوه ده اللي نديله ارتفاع كده ونديله باك جراوند كمان باك جراوند 00 هنغيرها الدرجة دي اكيد احمر هتبقى غريبة اوي بس خليه 27 كده هنشوف ايش اللي حصل زين نفصل بس نشوف ممتاز كده ماشي خلاص. كمان نخلي ده ياخد نفس الدرجة بتاع الأب الكبير اللي هو ده يعني كمان ناخد الدرجة دي هنا نحطها هنا كنترول في كده كنترول اس هتلاقي اللون الرمادي ده 3 ايه ده كبر زيه زي الأحمر طول الأحمر. ممتاز. طيب من الجميل كمان خلي الأب الكبير خالص ده الأب الكبير اللي فيه كله بادنج بتاعك 0 بادنج صفر كده كنترول اس تعالى نعمل فريش بسم الله ممتاز احنا عايزينها كده. طيب هات لي بقى ده اللي هو في الايمج ده خلي لي فيك يا رب برنس تكست الاين سنتر كمان لاين هايت 100 بكسل فريش تعالى بسم الله ممتاز اهو. هات لي بقى الاي الفونت سايز فونت ستايل هنقول فونت سايز هي الحجم صغير قوي ادي الفونت سايز
كنترول اس يعمل ريفريش. ممتاز، ممكن نخليها 30 لو هي صغيرة قوي. ادي ريفريش. ماشي. طيب خلينا نجيب نفس الاسماء دي بتاعت المكان، الماركر اهي، كنترول سي. نيجي هنا اول ديف، فين الكلاس بتاعت الاي اهي، كنترول في. التانية او فين كده، علم عليها دي موجودة، خدناها ماشي. وتليفون اهو، جلايفكون. احنا جبنا الجلايفكون، مش عارف احنا استدعينا الجلايفكون ولا لا. طب تعالوا نشوف كده استدعيناها ولا لا. تقريبا مش مستدعينها يعني. شيل دي كده، كنترول في، كنترول اس. تعالى هنا اعمل ريفريش. مش مستدعينها، طلعنا مش مستدعينها، مفيش مشكلة. اطلع فوق، احنا كنا مستدعين الفون قبل كده. اهو هو فون تقريبا، اف ايه اف ايه فون. بالظبط، اف ايه اف ايه فون، كنترول سي. خلينا نستخدم اللي احنا مستدعينها، وزد كده كنترول في كنترول اس. ممتاز، اعمل ريفريش. بسم الله، ليها جاد دلوقتي اهي. جميل جميل. انا مش محتاجين بقى الباك جراوند دي، انا كنت حاططها بس كده عشان تحدد الكلام. شوف الحجم بتاعه هو فين، هات الستايل. خلاص فين الباك جراوند اللي احنا حطيناه اهي كده. انت ممكن بس ايه نديله بوردر كده لحد ما نخلص. 1 بكسل سوليد، دي سوليد، سوليد هاش 30 فقط لا غير، بنشيله بعدين. ممتاز، جاي تاني. والله شكلها جميل، ممكن مش كنا نخليها ما نشيلهاش يعني. تعالى بقى نكمل في الستايل هنا، ايه اللي ممكن نغير فيه هنا. حجم الاسبان انا شايف انه كبير شوية، ممكن نخليه 15. كنترول اس، اعمل ريفريش. ممتاز، ممكن تصغر كمان 14 يعني، ممكن تكون 15 احسن. ادي كنترول اس، كلام صغير وباين جميل. طبعا انت لما تغير تاخد نفس الكلام كده هتبان الروح بتاع بتاع الشكل كويس. يعني انت شيل دي كده، كنترول في كمان، خد دول كده، كنترول سي جوه هذا الاسبان، كنترول في. طبعا دول اتنين، يا تعمل اتنين اسبان كده، يا اما مثلا تيجي نحط هنا كده باراجراف بي ار، هنشوف ايه اللي هيحصل. هتعمل اتنين اسبان تحت بعض، اعمل ريفريش. جت تحت بعض اهو، تحط كده يا تحط اتنين اسبان. كمان ممكن نميز شوية الاتش 4، نخلي الفونت ويت بتاعه بولد كده، كنترول اس. بسم الله، اعمل ريفريش. ممتاز، بقى جميل كده بفضل الله تعالى. خلصنا الجزئية دي، ونكمل مرة جاية ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.